شاهدين متابعي كبير ميديا في كل مكان زي ما حضراتكم شايفين. يعني احنا مع حضراتكم في لايف جديد من داخل الجزيره يعني بجوار النادي الاهلي لبص حضراتكم مباراه النادي الاهلي وبيراميدز في الجوله يعني ال 27 من المؤجلات طبعا بين الاهلي والبيراميدز. بيراميدز نزل المباراه النهارده زي ما حضراتكم شايفين يعني بيراميدز متصدر الدوري المصري وطبعا يليه النادي الاهلي في جدول ترتيب الدوري المصري زي ما حضراتكم شايفين. يعني عدد كبير من المشاهدين لمباراه الاهلي وبيراميدز هنا في الجزيره زي ما حضراتكم شايفين، كله متفاعل كله منتظر يعني كله بيشجع زي ما حضراتكم شايفين، المشجعين بتيشيرتات النادي الاهلي هنا يعني ينتظرين فوز النادي الاهلي. يعني استمتعوا معنا بالفرجه على الجماهير اثناء بس مباراه الاهلي وبيراميدز في الدوري المصري.